السلام عليكم مرحبا بكم خاوتنا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله. خاوتي واحد لا نوفيل تعجبنا كاع عيتك على خاطرش بكم وبفضل الله سبحانه وتعالى اللي لحقنا هذا النيفو هذا وهذه الدرجه. خاوتنا واش نقول لكم، ملي درنا النداء صافي عندها اون سيمين، من الخميس للخميس اون سيمين، بصح ثلاث ايام الاولين كما قلت لكم لي دراهم لي دخلوا في الكونت ودراهم لي راحوا في كونفامي طلعوا 3 ملايين و300 ما شاء الله وتبارك الله. جميع لي حط من 1000 راك واش حطيتو، ربي يجازيكم ربي يجازيكم على خاطر هادو كامل راهم رايحين يروحوا للكونسلطاتور ويروحوا للجزائر. بصح 3 ايام وراها حتى لهنايا 4 ايام واحد اخرى شحال لحقنا من 3 مليون 300 وين لحقنا حتى ل 6 ملايين 6 ملايين ما شاء الله. 5 ملايين ونص هادو ما دخلوا في الكونت تاعي ودخلوا في كونفامي، وخويا نور الدين الكاش اللي عنده 500000، تسمى 6 ملايين طميناها في سمانه. وما شاء الله على خاطرش بكم انتوما وبفضل الله سبحانه، وهذا كاع نخدموا على الهيومانيتي باش نشرو لهم الماشينات تاع الاكسجين من خونا الدكتور لطفي، كما نقول لك لطفي مخلوف اللي راهم سبيطه تاع عين طايا راهم يسناو في هذه الماشينات. بصح واش نقول لكم، الحمد لله اللي ربي رزقني مع البروفيسور دكتور الياس ربي يعطيكم الصحه، وسوتو نوبلي با تاني خويا باديس، هما هاد الزوج هادو هما اللي اكتيفاولي هما اللي جراولي باش هاد هما اللي كونسنتراتور يلحقوا الجزائر اونتر لو 14 اي لو 16 اونتر لو 14 و لو 16 باذن الله راهم رايحين يلحقوا. خويا الياس دكتور الله يعطيك الصحة على خاطرش بالمعرفة تاعك اللي الحمد لله راح تلحق، وخويا باديس به اللي صبنا هادو هما اللي كونسنتراتور على خاطرش راهم مخصوصين العالم كامل راهم كيما نقول لك مخصوصين. بصح الحمد لله رانا دبرنا 14 الاونيت، هاد 14 هادوما كيما نقولوا تاوعنا على مراحل العين طايا، والحمد لله 6 ملايين هادوما راح نخلصوا 10 بك على خاطر قانونا 600000 الوحده بالشيبينغ بالترونسبور وكلش حتى الجزائر 600000 وحده، دوكا تلقى عندنا 10 الحمد لله. هاد 10 هادوما راهم خالصين، بصح نلحقوا 14، هاد 14 هادو مازالنا نسحقوا 2 مليون 400 وحده اخرى. مالاتيك بليز كملوا نتوما بارطاجي الماكسيموم باش او موان نلحقوا التارجت تاعنا 14 هذوما، ونزيدو نخلصوا كيما نقول لك الدين هذا تاع 2 مليون 400 لازم نصيبوهم قبل لو 14. 2 مليون 400 لازم نصيبوهم قبل لو 14، لازم نصيبوهم باش نخلصوا لي 14. بصح لا نوفيل خويا باديس البارح يعطيه الصحه واش قال لي، قال لي هذوما لي كونسنتراتور هذوما تاع لي ديلي واش فيهم لي دو سورتي، حب يقول ديو يخرجوا زوج، حب يقول ينجموا يطاكيو دي مالاد في ماشينه وحده، حب يقول حنايا نيتنا راحت 14 بصح دوكا 28، كلي شرينا 28 ماشينه، شوفوا البركه تاع ربي سبحانه، وكما نقول لك ربي سهلنا في كلش، بصح حنا مازلنا شاهدين في هذاك الخيط لو 14 ولو 16 في لحقوا الجزائر ان شاء الله برك ما يعصبوناش، ان شاء الله برك ما يديرولناش المشاكل، ان شاء الله برك ربي يهديهم هذوما ويخلوهم يخرجوا باش يروحوا للمرضى. خويا الياس هو تانيك راح يقول لكم كلمه دوك تسمعوها في الفيديو، هو تانيك زيد يشرح لكم، وخونا باديس تانيك دوك تسمعوا في الفيديو زيد يشرح لكم على خاطرش حنا رانا نخدموا تيم ورك، ونقولها ونعاودها. يعطيكم الصحة جميع واحد جميع اورغانيزاسيون وجميع شاريتي وجميع منظمة وجميع اللي يخدموا كما نقول لك خاص وكلش، يعطيكم الصحة. راكم تخدموا ليمانيتي، وليمانيتي هذاك للمريض، المريض هذاك يسحق الاكسجين كيما انا دوكا وانتم تسحقوا الاكسجين. مالاتك هذه كاع تديروها لله لسبيل الله، ما ديروهاش للكاميرات، ما ديروهاش للعباد، ما ديروهاش للشهرة، ديروها لله سبيل الله على خاطر تصيبوها بإذن الله في القبر تاعكم. ونقولها ونعاودها ونذكر نفسي، كل نفس ذائقة الموت، ردوا بالكم تخلوا الدنيا هذه تغلبكم، ردوا بالكم كل حاجة يفنى في هذه الدنيا، عندك طوموبيل غدوة تروح لك، عندك دار غدوة تروح لك، واش عندك تروح لك، بصح الأفعال تاعك والصدقة الجارية هي اللي تتبعكم في القبور، وبإذن الله ربي يستركم ربي يحفظكم ربي يفتح العائلة تاعكم. وأنا تاني نزيد كلمة، راجل عمتي حملات
توفى عمي عبد الله الله يرحمك ربي يوسع عليك عمتي ربي يعطيكم الصبر لافامي حملات ربي يعطيكم الصبر كامل وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جميع واحد اللي توفى ربي يرحمه وجميع اللي مريض ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيه وربي ينحينا هذا الوباء هدايا وهذا الكورونا ربي بعنا خذوا احتياطكم خذوا احتياطكم خذوا احتياطكم اللي مريض ما تروحوش قدامه واللي مريض ما يروحش يزور واحد اخر واللي مريض ماشي عيب يقول راني مريض اجبد روحك وقعد في شومبره زوج سمانات ولا 10 ايام على خاطرش تنجي متعدي اللي راهم ماشي مريض خاوتنا خذوا الاحتياط وان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يزيد يفتح قلوبنا وان شاء الله ينطلبوا ربي يخلينا كامل يد في اليد ونخدموا ليمانيتي ونسيو نسوفيو ونسيو نسوفيو هذاك المريض هذاك نجيبوا له كما لو كونسونطراتور لو بلو طوط بوسيبل خاوتنا دوك تسمعوا للياس ودوك تسمعوا الباديس كملوا اليد في اليد وباذن الله نكملوا البروجي تاعنا بديناه كيف كيف ونكملوه كيف كيف ودكتور لطفي مخلوف هو ثاني كي لحقوه باذن الله يدير لنا يمكن فيديو يمكن ريسبسيون ونكملوها خاوتنا كملوا دونيو بارطاجيو الماكسيموم ونشوفكم ما كيما نقولوا حنا رانا توجو معكم سلام اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته معكم الأستاذ ياس بكرامي أستاذ جامعي مقيم في المملكة المتحدة ببريطانيا أخي شاكير دحماني جزاك الله خير مرة أخرى على هذا الالتفاتة هذا المبادرة وهذا التجنيد في ظروف صعبة أنت شخصيا وكل جنود الخفاء وكذلك الجمعيات الجزائرية أو جمعية الجزائريين بالأخص المقيمين في بريطانيا منهم جمعية حراء وجمعية الفتح وجمعية كوديت وكل الجمعيات الذين توحدوا من أجل هدف واحد وهو إغاثة الشعب الجزائري في ظروف صعبة وكذلك من مصدر واحد وهو إعانات وتبرعات الشعب الجزائري الذي برهن للعالم أنه شعب واحد وأمة واحدة تتوحد وتتجند من أجل المصلحة العامة وهي إنقاذ حياة الإخوة الجزائريين مئات الآلاف أو من الملايين من اليورو أو الدولارات حصلت في ظروف قياسية كم أنا محظوظ وكم أنا مسرور بالانتماء إلى هذا الشعب العظيم جزاكم الله ألف خير لقد برهنتم أن ما يمس البلاد يمسنا إن شاء الله مستشفى عين طايا سوف يتحصل على 14 تجهيز لصناعة الأكسجين وإن شاء الله يمشوا بعد أسبوع في إطار عملية فيها أكثر من 60 معدات أرسلت من الأخ باديس وشاكير دحماني بمساهمة كذلك الإخوة في أمريكا ليرسلوا أكثر من 500 تجهيز من جمعية فقاقير كذلك وبمساعدة وكذلك بمساهمة الجمعيات الجزائرية داخل أرض الوطن وجمعية الشفاء اللي هي عاونتنا في هذه العملية بارك الله فيكم الرسالة الثانية موجهة إلى الإداريين والموظفين الذين يشتغلون في الإدارة أسألكم أيها الأحباء أن تسهلوا هذه العملية وكل العمليات من الجالية الجزائرية إنما هذه أمانة الشعب الجزائري إلى الشعب الجزائري فكل جهاز لقد مول بتبرعات هذا الشعب بممكن ننزعها من لحمه أو من كرشه باش يعطيها الخوة إذن من فضلكم خلوا الأمانة تمشي لمالها ختاما للقول في هذه ليلة الجمعة أقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبى أن يحملنها
وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم باديس. خوتي اليوم عندي امتي ميساج رابيد مو هكذا يا نشكر خوتنا. نبدأ بشاكير وخوته اللي معاه جماعة كامل اللي معاه يسمحوا لي ما كان زمان عارف شو اسمهم ونشكر أخونا الياس أستاذ يعني الناس كامل اللي ساهمت في هاد المبادرة هادية. عندنا احنا يا هنا يا ما بيننا وبينهم هما وش جمعوا وبين خوتنا وش جمعوا في الأمريكان وفرنسا وهذاك راح نوصلوا وقيل واحد الألف هكذاك إن شاء الله. لكن الحصة تاعنا هنا تاع بريطانيا راح تصلحنا عندنا 60. شاكير عنده واحد الفورتين كاتورز كونسنتراتور يعني ما شاء الله الحمد لله يا ربي على نعمتك. وما زلنا نزيدوا نخدموا إن شاء الله يعني كملوا دعموا أخونا شاكير وجماعته إن شاء الله. الكونسنتراتور مكاين المال برك اللي حب يساعد اللي كونسنتراتور راهم كاين رانا نبعتوا فيهم وصلوا البارح لاريفاج الاول لاريفاج تاعنا حنايا يوصل اونتر لو 14 هكذاك لو 15 ماكسيموم وكاين واحد لو 21 وكاين واحد لو 27. حنا المبادره القادمه عندنا 100 كونسنتراتور ان شاء الله نزيدوا نبعتوهم يعني بالمساعده تاعكم ان شاء الله. الجمعيات اللي مشاركه في هذه نشكر خونا عادل هو اللي جراو وراه موفر هذه الكونسلتراتور هذايا. عادل هو في تكساس عنده جمعيه واسمها جمعيه فقاقير تبعوها مليح ما شاء الله عليه يخدم والله راهو ليل ونهار والله ما حبس. انا 60 هذه ولات لي منها 60 برك بسيط يعني صعيب الشيء صعيب ونتعامل مع خاوتنا الجزائريين والله غير صعيب الشيء باش تعرفوا. الجمعيه الاخرى هي جمعيه خونا عبد الهادي تاني اللي ساهم واسمها وورلد وايد استغفر الله واسمها دايركت ريليف وورلد وايد اللي يمشيها الدكتور عبد الهادي من برمنغهام. اللي شاركوا تاني خوتنا تاني اللي راهم معنا تاني اللي داروا تاني دخلوا في هذه المبادره هذه هما خوتنا من فرنسا خونا حسين سوليداريتي حسين رمضاني يعني كل الناس هذو الثاني كامل نشكرهم ان شاء الله على هذا الوقوف هذا يا والعمل من اجل المساهمه في انقاذ خاوتنا اللي راهم. بارك الله فيكم شاكر ثانك يو استاذ وان شاء الله ربي يسهل باش نزيدوا نعملوا اكثر ان شاء الله. راح يوصلنا كامل الفيديو ان شاء الله لما يوصلوا وتشوفوا المساهمه تاعكم وين وصلت وعندهم مالها ان شاء الله والله من وراء القصد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.